المنصة الأساسية اللي بيدرسوا منها طلبة الثانوية العامة، بما أن السنة دي أول سنة برضو في مصر مش هنطبع كتاب ورقي لأولى وتانية وتالتة ثانوي بالكامل، فالكتب هتكون موجودة في صورة رقمية، مش في صورة PDF، هتبقى في صورة كتب تفاعلية، هتبقى e-books، كتب المرحلة الثانوية تبقى عندهم. وفي نفس الوقت في منصة إدارة تعلم بنبني فيها بقالنا سنتين، دي تالت سنة، عشان ما فيش كتب مطبوعة أضفنا كل النواقص زي اللغات والفلسفة وعلم النفس والحاجات دي بتكتمل على الليرنينج مانجمنت سيستم. ده مشروع كبير جدا شغالين فيه.